الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أبارك لكم العيد السعيد، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى مملكتنا الحبيبة باليمن والبركات والخير والمسرات، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. يأتي هذا العيد بعد شهر الصيام وشهر الخير والبركة وشهر الإحسان، ورمضان يمثل للمسلم مدرسة تربوية إيمانية يكتسب من خلالها الأخلاق الحسنة، ويتزود المسلم لحياته كلها. فهذا الشهر ليس فقط شهر للعبادة ثم ينصرف الناس من بعده ويعودون إلى ما كانوا عليه قبله، ولكنهم يكتسبون منه القيم التربوية والإيمانية. ومن أعظم القيم التي يكتسبها المسلم من هذا الشهر قيمة عظيمة ورتبة إيمانية كريمة من رتب هذا الدين، أن الإنسان يعود نفسه ويحصل ويصل إلى رتبة الإحسان. فرمضان شهر الإحسان، يحسن الصائم في صيامه لأنه يراقب ربه سبحانه وتعالى. من الذي يراه ومن الذي يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ مع اشتداد الحر والعطش لكنه يمتنع عن الشراب، ومع الجوع ولكنه يمتنع عن الطعام، لأنه يشعر بمراقبة الله عز وجل فيحسن في صيامه. وكذلك يحسن في الأوقات ودقتها، متى يبتدئ الصيام فيظل في الأكل والشرب إلى وقت الدخول، دخول الوقت ثم ينقطع ويستمر على صيامه إلى المغيب، وهذا أيضا إحسان. ومن الإحسان أيضا في رمضان بذل الإنسان لأمواله من الصدقات والزكوات على المحتاجين والفقراء والمساكين. لكن هذه القيم لا تنقطع، بل يحصل الإنسان منها قيم أعظم تستمر معه في حياته وطول عمره، وهي قيمة الإحسان. أيها المشاهد الكريم، قد يقصر البعض مفهوم الإحسان على مضامين ضيقة أو أمثلة خاصة، فيظن بأن الإحسان أمر مقتصر بالعبادة، إذا رأوا الرجل يصلي في المسجد أو يصوم أو يذكر الله ويقرأ القرآن فهذا هو المحسن. أو بعضهم يظن بأن الإحسان مقتصر بالصدقة والإنفاق والبذل، فيقولون فلان التاجر المحسن، مع أن الإحسان أمر أعظم من ذلك وصوره أكثر. الإحسان يبتدئ مع الإنسان مع نفسه، ويرتفع إلى علاقته بربه، ثم ينزل إلى علاقته مع الناس. بل الإحسان في ديننا يصل إلى الإحسان إلى الجمادات والحيوانات والنباتات. فما مدلول الإحسان وما فضله وكيف نحصله وما القدوات فيه؟ إذا أردنا أن نبين مفهوم هذه الرتبة وهذا الخلق وهذه الخصلة، فيقال بصيغة مختصرة وبعبارة موجزة: الإحسان إتقان العمل وإجادته وإخراجه على أجمل وأكمل صورة. لا يقتصر فيه الإنسان على أداء الواجب، بل يزيد إلى التكميل والتحسين والتجميل. ومخطئ من يظن بأن ديننا فيه دعوة إلى الإتيان بالأعمال دون إجادة أو إحسان أو بفوضوية، بل أن ديننا يدعو إلى الجمال والكمال والتكميل والتحسينات فوق المقاصد والحاجيات.
وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا به بالإحسان، فقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما صور الإحسان وما نماذجه ونحن في هذه الأيام الفاضلة وفي أيام العيد على وجه الخصوص؟ للإحسان صور كثيرة، ومن صور الإحسان الإحسان في الأعمال، يحسن الإنسان في عمله ويتقنه حتى في أعماله الدنيوية. فالمسلم يتقن صناعاته، صناعة المسلم تتفوق عن غيره من المسلمين، وهذا هو التوجيه النبوي. والتاجر يحسن في تجارته، يتعامل مع الناس بالصدق والأمانة، ويراعي أحوالهم ويراعي ظروفهم المعيشية. والطبيب يحسن في علاجه ويتابع المرضى وقلبه عليهم ويسأل عنهم ويحرص على إيصال الخير لهم. والمدرس والعالم والطالب والموظف، كل أولئك يتقنون أعمالهم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يحسن. هذه القيمة نتعلمها من رمضان ومن شهر الخير، وتستمر معنا على طول العام. ومن الإحسان الإحسان إلى الخلق، بداية من الأقربين، من الوالدين، وبالوالدين إحسانا، يحسن إليهم الإنسان بإيصال كل خير لهم، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة، إدخال الفرح والسرور على قلوبهم. الإحسان إلى زوجته بحسن العشرة، والإحسان إلى الأبناء بالتربية والتلطف معهم وحثهم على كل خير. الإحسان إلى الأقربين بصلة الرحم بالوسائل المتاحة بحسب الظروف. الإحسان إلى الجيران، ثم الإحسان حتى إلى الذين يعملون تحت يدك من العمال، من العمال والخدم، لا تكلفهم فوق طاقتهم ولا تظلمهم في حقوقهم الواجبة عليهم، لأنهم تحت يدك. الله سبحانه وتعالى يقول في وصايا عامة جامعة مشتركة بين جميع الشرائع، غير خاصة بالشريعة المحمدية: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية جمعت بين الإحسان مع الخلق والإحسان مع الخالق في العبادة، وبين الإحسان الفعلي وبين الإحسان القولي. وإن تعجب فإننا نعجب من دعوة إسلامنا لتنمية شاملة ولقيم نبيلة، فإن الإحسان عندنا غير مقتصر على الإحسان بالخلق من الجمادات، من البشر، بل إنه يصل من المخلوقات، يصل إلى الجمادات ويصل إلى الحيوانات. يقول الله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الآية عامة، وقد مثل لها العلماء كالضحاك بن مزاحم، وهو من أوعية العلم من التابعين، أخذ من ابن عباس يقول: من الإفساد في الأرض قطع الشجرة المثمرة، من الإفساد في الأرض ذلك، فما بالك بما هو أعلى من ذلك. ولنقف مع هذا الحديث النبوي العظيم الذي فيه توجيهات كريمة وفيه قيم ومبادئ عظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء، وكل من ألفاظ وصيغ العموم، فالإحسان داخل في دقائق وتفاصيل الأشياء.
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه القاعدة العامة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. في عيد الأضحى قد يتقرب المسلم بالأضحية لله وذبحها، فوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نرحم هذه البهيمة وأن تقتل بأرأف وأسهل طريق حتى لا تشعر بالتعذيب ولا تشعر بالقسوة، هذا بالحيوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة، ثم ذكر المثال وكيفية التعامل مع المثال. هذا هو الإحسان مع الخلق في الجمادات والأعمال ومع البشر أجمعين. فإذا كان الإنسان يؤمر بالإحسان مع الخلق، فما بالكم مع الإحسان مع الخالق سبحانه الذي أحسن الله إلينا وأعطانا من النعم الكثيرة ما سألناه وما لم نسأله، رزقنا وعافانا ووسع علينا ووهبنا سبحانه وتعالى. فنحسن في العبادة بإتقان الصلاة والصيام وإخراج أفضل الأمور لله سبحانه وتعالى، وهذه الدرجة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهاتان رتبتان: مرتبة المشاهدة، احتسابك أن الله سبحانه وتعالى يراك، ويكون جزاءك أن ترى الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. تبارك الله وجل الله أعظم ما نطقت به الأفواه. ماذا للمحسن الذي يحسن في عمله مع الناس ومع الرب سبحانه وتعالى؟ الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معك بالنصر والتأييد والتسديد والرحمة وإجابة الدعاء. المحسن يحبه الله سبحانه، يقول الله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إحسان عام، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحبك الله فماذا تريد؟ الله عز وجل لا يضيع أجر المحسن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. أيها المشاهد الكريم، في كلامنا عن الإحسان وعن هذه الرتبة الإيمانية العظيمة، لابد أن نمثل بأمثلة واقعية ونبرز بعض النماذج التطبيقية، وهذا هو منهج القرآن. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء وذكر قصص الصالحين الذين سبقوا لنقتدي ونسير على آثارهم، وهنا نقف مع مشاهد سريعة وصور موجزة عن إحسان نبي من الأنبياء وهو يوسف عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكره في كتابه قرنه بالإحسان في صور وفي آيات متعددة ليبين لنا سبحانه بأن الإحسان غير مقصور على العبادة، أو الإحسان أمر قلبي لا يراه الناس، أو أن الإحسان فقط مع من تحب، بل أن الإحسان أمر عام شامل. يقول الله سبحانه عن يوسف الكريم ابن الكريم: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انتبهوا لماذا ختم الآية، لماذا جعله الله سبحانه وتعالى من أهل النبوة والعلم؟ لأنه من المحسنين، أطاع الله سبحانه وقام بما يجب عليه. ثم يقول الله سبحانه في الأحداث ومرورها وانتقاله بين فتن
من سراء وضراء ويجتاز كل تلك الابتلاءات، يصبر في البئر ثم يصبر في فتنة السراء لما تفتنه امرأة العزيز، ثم يدخل السجن. يقول الله سبحانه: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. السجناء الذين معه، يوسف لم يتغير حاله ولم يتغير سلوكه، وقد قال علماء التفسير: وهو في السجن يراه من معه يحسن إليهم ويتودد لهم بالكلام الطيب، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، فقصدوه من بين السجناء. ثم تمر الأحداث، يقول الله سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. بعد السجن والبئر له أن يكون في كل مكان وينزل في كل منزل. تمر الأحداث ويأتي له أخوته فيعاملهم بالإحسان مع أنهم أساءوا إليه. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. تمر الأحداث ثم تظهر العلامات أن يوسف هو ذلك الطفل الذي تركوه في البئر. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المشاهد الكريم، نرى كيف أن هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي ودعناه ونحن في أيام العيد الفاضلة، يغرس فينا قيمة نبيلة إيمانية، قيمة الإحسان مع الخلق، لنتحلى بهذا الخلق مع أنفسنا وفي عباداتنا ومع الناس، بل مع جميع المخلوقات من جمادات وحيوانات، لنظهر سماحة الدين ولنظهر قيمة هذا الإسلام الذي به وصل الناس إلى مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيدنا سعيدا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يتقبل منا الصدقة والصيام والصلاة في شهر الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.